السويد تعتقل وزير دفاع العراق السابق بتهمة الاحتيال وأخذ مساعدات وهو في بغداد. نجاح الشمري لجأ إلى السويد عام 2009 وحصل على الجنسية في عام 2015 باسم نجاح العادلي، وكان ينتفع من المساعدات الاجتماعية المقدمة من السويد، لكن في عام 2019 عاد للعراق ليشغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة، لكن بقي على أنه لا يزال يعيش في ضاحية من ضواحي ستوكهولم، واستمر في الحصول على المدفوعات الاجتماعية لسنوات بعد عودته إلى العراق، وظل مطلوبا منذ نحو عام ونصف إلى أن اعتقل يوم الاثنين في مطار ستوكهولم لدى وصوله إلى السويد. رأيك لماذا عاد إلى السويد؟